أسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أوتو يبدو، واللي غادي نهضروا فيه على آخر مستجدات عالم الطوموبيلات، فما تمشوش بعيد. بداية غادي تكون مع الجيل الثالث ديال تيغوان اللي تم الإعلان ديالو من طرف فولكسفاغن هذا الأسبوع. تيغوان جديد كليا ولا منسجم مع الموديلات الكهربائية ديال الماركة الألمانية. في القدام عندنا أضواء جديدة LED في وسط منها اون باغ فيتري، هذه الأخيرة خدت المكان ديال لاكالوند وفيها ان بوندو لومين. أما اللور فكنلقاو ان بيكي كبير وكذلك ان بوندو لومينو اللي كيربط ما بين الأضواء الأفقية. في الداخل هذا الجيل الجديد ديال تيغوان ولا بلو تكنولوجيك، في وسط لا بلانش دو بور كاين لو ديجيتال كوكبيت ديال 10.25 بوص وكذلك ليكرون تاكسي الكبير ديال 15 بوص. تحت الكابو هاد النسخه جديده متوفره في ليسانس ديزل ليبريداسيون ليجير و ليبريد ريشارجابل لي لا بويسونس ديالهم كتراوح ما بين 130 و 272 شوفو. اما التسويق ديال الجيل الثالث ديال فولكسفاغن تيغوان فمن المنتظر انه يبدا في الشهور الاولى ديال 2024 في اوروبا، والثمن غادي يكون عموما اقل من 40000 اورو. كيا بدات هذا الاسبوع تسويق الكروسوفر 100% الكتريك ديالها EV6 في المغرب. هذا الاخير هو اول موديل زيرو ايميسيون صنعته كيا، واللي ربح عده جوائز اهمها التتويج ديالو بلقب سياره السنه في اوروبا في العام اللي فات. في المغرب جوج ديال النسخ متوفرين اللي هما جي تي لاين ديال 235 شوفو وجي تي ديال 585 شوفو، اما لوتونومي فكتوصل ل 630 كيلومتر. غادي نعاودو نهضرو بالتفصيل على لوفيسيس بمناسبة الإطلاق الرسمي ديالو في المغرب. في انتظار ذلك المزيد من المعلومات غتلقاوها كيف العادة على wandaloo.com. دوزو دابا لبيجو 2008 وستيلي اللي حتى هو بدا التسويق ديالو في المغرب. الشكل الخارجي تطور نسبيا بالمقارنه مع السابق، بحيث ولا بلوز اغريسيف بفضل لاكالوندغ الكبيره وكذلك لي فو دو جوغ على شكل ثلاثه ديال المخالب، بالاضافه للوغو جديد ديال لامارك. في اللور الاضواء حتى هي تبدلات وولات على شكل ديلاميل اوريزونتال، وكذلك الحجم ديال الاسم ديال لامارك اللي ولا اكبر. في الداخل هذا الفيس ليفت استفاد من نسخه جديده ديال بيجو اي كوكبيت. هنا لاستروماتاسيون ديجيتال ديال 10 بوص تطور لافيشاج ديالها، اما ليكرون تاكتيل فولا 10 بوص في جميع النسخ، زياده لانه فيه الجيل الجديد ديال بيجو اي كونيكت ادفانس. في المغرب جوج ديال ليفينيسيون متوفرين هما اليورو جي تي وموتور واحد ديزل ديال 130 شوفو مع لابواط اوتو. نسالي هاد الحلقه بلو جيب رانغلر غوستيلي اللي تم الاعلان على بدايه التسويق ديالو في اوروبا في النصف الاول ديال العام الجاي. اهم التغييرات كتهم على برا الشكل الجديد ديال لاكالوند وكذلك لي زوبسيون مختلفين ديال لو توا. اما الداخل فالطوموبيل تطورت لا بريزونطاسيون وكذلك لي زيكيبمون ديالها، بحال مثلا ليكرون تاكتيل ديال 12.3 بوص واللي هو اكبر ايكرون دار في رانغلر. نشيرو كذلك ان هاد النسخه جديده فيها اكثر من 85 سيستيم دو سيكوريتي. من ناحيه لي موتوريزاسيون هاد رونغلر غوسيلي غادي يكون متوفر بان بلوك هيبريد ريشارجابل ديال 380 شوفو واللي عنده اون اوتونومي ان توت الكتريك كتوصل ل 51 كيلومتر، بالاضافه للموتور ايسونس ديال 272 شوفو اللي غادي يكون متوفر في بعض البلدان. وصلنا نهايه اوتو يبدو ديال هاد السيمانه، موعدنا في الحلقه الجايه. À très vite sur wandaloo.com.